أهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة أن التجربة الجديدة اللي حضراتكم طلبتم أن احنا نقولها تفصيليا هي اللي مخليانا ما عندناش وقت نروح لتقييم تجارب قديمة زي تجربة المدارس التجريبية، لكن احنا بنتلافاها، بنسعى أن احنا نتلافاها في التجربة القادمة. علشان كده بقي من كل التجربة الجديدة أن احنا نبقى متأكدين أن فكرة التابلت هتبقى مع أولى ثانوي فقط، وأن أولى ثانوي فقط دول هم اللي هيتعاملوا بيه. طب هل ده معناه ان هم مش هيكون عندهم الكتاب المدرسي؟ لا، هيستلموا الكتاب المدرسي، لسه مش هيبقى دلوقتي ان احنا نسحب الكتاب المدرسي، بس كمان هيبقى معاه التابلت اللي بيسمح له بمحتوى معرفي كبير. طلب التانية ثانوي هيبقى معاهم تابلت؟ لا. طلب التالتة ثانوي معاهم تابلت؟ لا. علشان كده التجربة دي في تقييم المتخصصين شايفين ان ده اللي بيربطنا بالعصر الحديث. طيب انا هنا عندي بس ملاحظتين من الملاحظات اللي حضراتكم ارسلتوهم لي. في يعني سيدة فاضلة متخصصة بعتت لنا تقريبا مقال طويل وقالت فيه، طب هل فصولنا فيها شبكات انترنت؟ طب هل الفصول فيها كابلات لتوصيل الفيش؟ طيب طيب طيب، انا هنا هقول حاجة مهمة قوي تخصكم وتخصنا. ما هو فلسفة التجربة الجديدة دي لها علاقة يعني بالمنتج الأخير، لازم يطلع عنده هوية، لازم يطلع عنده اعتزاز بأنه عربي، لازم لازم لازم. في الحالة دي لازم أقول لهذه السيدة الفاضلة وبقول لكل اللي مهتمين، التابلت ده مش مربوط بالإنترنت، يعني ولادكو مش هيقعدوا عشان يعملوا تشات على السوشيال ميديا، ولا التابلت ده هيقدروا يجوجلوا من عليه، يعني مش هيشتغلوا بيه على جوجل. التابلت ده له علاقة بمحتوى أقرته الدولة المصرية بقى متاح للطلبة علشان يتعلموا فيه طريقة البحث، وما يبقاش التقييم بأسئلة من اللي بياخدوها في السنتر من المدرس علشان ما يذاكروش ولا مخهم يشتغل ويروحوا يمتحنوا في السؤالين اللي حفظوهم واللي خدوهم في الملزمة، لكن هو هيجاوب زي بقية الطرق اللي بتطبق واللي الأغنياء والطبقة الوسطى بتموت نفسها عشان تودي ولادها للطريقة البريطانية أو الطريقة الأمريكية أو الطريقة الألمانية أو الطريقة الفرنسية وهكذا. احنا عايزين الطالب يبقى مؤهل ولديه حصيلة لغوية ويستطيع ان يفهم ويعيد انتاج ما فهم في كتابة غير يعني بها اخطاء املائية. خلوني طيب اطرح برضو تفاصيل اكتر نعرفها من بعض المتخصصين، من الاستاذ الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج في جامعة عين شمس. دكتور شحاتة، يعني التجربة المرة دي فيها ملامح حاولنا نشرحها، حضرتك شايف انه الفلسفة بتاعتها وفكرة الذهاب للتعليم المجاني حتى التجريبي كان بمصاريف بسيطة او معقولة وكله هيدرس لغة بس بنستعيد اهمية اللغة العربية، حضرتك شايف ده ازاي؟ الحقيقة ان انا بقالي 50 سنة في التعليم، استاذ في جامعة عين شمس، شاركت مع وزراء كثيرين من أيام الدكتور مصطفى كمال حلمي الله يرحمه سنة 1980 في مسيرة تطوير التعليم وكثير من الوزراء. لم أجد نقلة نوعية في التعليم المصري موجودة إلا على في عصر السيسي. رئيس السيسي نقل مصر وعمل ثورة في التعليم كما أنه عمل ثورة في الأمن والهدوء والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء بناء المدن الجديدة وبناء المصانع والشوارع والكباري. الآن بيبدأ الأربع سنوات الجديدة في إن هو بيبني إنسان مصري جديد لمجتمع مصري جديد، إنسان بيتعلم بيفكر بيبدع، بيتعلم بيفكر ويبدع في مقابل المنظومة القديمة، منظومة التخلف. منظومة التخلف، معلم يلقن، متعلم يحفظ، امتحان يسترجع، القاء حفظ استرجاع. هذا هو التعليم التقليدي المتخلف الذي آن له ان ينتهي
بدليل ان الطلبه بيخرجوا لا يجدون عمل في سوق العمل، الطلبه بيخشوا الجامعه بيرسموا في هندسه وطب وصيدله في الاعدادي لانهم حفظوا ولم يفهموا، ولان التفوق عندهم تفوق وهمي. الان بنصنع انسان بيفهم، يفسر، يفكر، يبدي رايه، يحترم ثقافات الشعوب، يتقبل الراي الاخر. هذا هو الانسان المطلوب ان احنا نبنيه لبناء مصر الجديده. نرجع بقى للجزء اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو بنك المعرفه. بنك المعرفه ده بيعتبر اكبر مكتبه عالميه، والرئيس والدكتور طارق شوقي قبل ما يجي الوزاره وقبل ما يمسك الوزاره، وكان مش عايز يمسك الوزاره لان عنده فكر جديد وعنده رؤيه جديده وينسف البناء المنهار القديم ده، عمل حاجتين: عمل بنك المعرفه وعمل المعلمون اولا قبل ما يجي الوزاره. فبالنسبه لبنك المعرفه ده، الطالب في الثقافه الورقيه بياخد راي واحد وفكر واحد من خلال الكتاب المدرسي. في الثقافه الكمبيوتريه بيتصل بالتابلت ببنك المعرفه، بيستطيع ان هو يعرف معلومات اكتر، يعرف اللي هو الانستمنت او الاثراء، يقدر يستمتع بانه بيتحول الفكر او الكلام النظري الى صوره بصريه، صوره بصريه، بيشوف بعينيه التجارب المعمليه، بيشوف بعينيه المواقع بالنسبه للجغرافيا، بيشوف بعينيه الاحداث، بيشوف بعينيه المصانع والشركات، كل ده بيشوفه بيتحول الى واقع لايف، بيبقى بنتحول من كلام نظري الى حياه. دي طيب حياة. خليني نمرة اثنين بالنسبه للبنك، بس هكمل بالنسبه للبنك المعرفه، ان هو بيستطيع ان هو يشوف التجارب المعمليه اكثر من مره. نمرة ثلاثة ان هو بيتواصل مع بنك الاسئله اللي موجود فيها مستويات عليا من التفكير، اللي هو التحليل والتركيب والتقويم، بدل ما كان بيعتمد على الحفظ والفهم وما بيوصلش لمرحله التطبيق. طيب. فبنك المعرفه والتابلت ده بيعتبر صيغه جديده لنقل المتعلم من ثقافه القلم والورقه الى ثقافه ارحب واوسع. طيب اللي خليني استفيد برضه من تخصص حضرتك، لانه معلش دكتور شحاته بعد اذنك بس خلونا نمشي واحده واحده. في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وقت يعني الله يرحمه طبعا، كان في محاوله برضه لاستخدام التكنولوجيا واشياء من هذا النوع، ولكن باءت بالفشل. احنا في الحالة اللي احنا فيها دي، وقتها كان الدكتور بهاء الدين عايز بيسموه التقييم التراكمي، والتقييم التراكمي ما قدروش يتصدوا لكل عوامل الضغط جوه وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لأنه ده طبعا كان له علاقة بمافيا الكتاب ومافيا الدروس وكل الأشياء دي، وفشلت التجربة في 2003. احنا النهاردة في تجربة اولى ثانوي دي هنبدأ مرة تانية العودة للتقييم التراكمي. مش ده اللي الاسر الغنية في مصر والاسر الميسورة بتودي ولادها علشان يبقى عندهم تقييم تراكمي ويقدروا يحسنوا في مادة واشياء من هذا النوع؟ ازاي نقدر هو ده التفكير التربوي الحديث، او دي الرؤية التربوية الحديثة اللي احنا بننادي بيها في كليات التربية، وبينادي بيها العالم المتقدم في التعليم زي فنلندا وكوريا واليابان وانجلترا وامريكا وكل الدول المتقدمة. مين اللي واقفين في وش المشروع؟ هذا اماني ان انا احكم على الطالب بصورة واحدة، لقطة واحدة، زي ما كان بيقول الدكتور حسين كامل بهاء الدين الله يرحمه، لقطة واحدة، ان انا في اخر ثانوية، اخر يوم، اخر اسبوع، اخر في الثانوية العامة بيمتحن لقطة واحدة. انا باخد بورسين ليه، باخد شريط سينمائي ليه، بديني صورة واقعية حقيقية لهذا المتعلم من الناحية الوجدانية ومن الناحية المعرفية ومن الناحية السلوكية. في اولى ثانوي هيبتدي يمتحن كل ربع سنة امتحان، يبقى اربع امتحانات في اولى ثانوي، ثانية ثانوي اربع امتحانات، ثالثة ثانوي أربع امتحانات، بيختار أعلى درجتين من كل سنة ويجي في الثانوية العامة اللي هو ياخد بيها الثانوية العامة. القاعدة اللي بنقولها في المجالس القومية المتخصصة وفي العالم إن الثانوية العامة شرط أساسي لدخول الجامعة، ولكنها ليس شرطا كافيا، بمعنى إن لابد في
امتحان آخر في الميول والقدرات لابد أن يسري هذا المتعلم ويوجهه توجيه صحيح إلى دخول الجامعة. طيب عايزة بس يعني حضرتك تقول لي مين المجموعات اللي واقفة ضد قرار دولة بفلوس كتير يعني مهام ثقيلة ليها علاقة مش بس بتحسين جودة التعليم وعدالة اجتماعية عشان كل مواطن مصري من حقه يتعلم بطريقة كويسة، يعني ضد طبقية التعليم، والأهم من كل ده إن أنا عايزة أطلع مواطن بيتقن لغته الأم، بيعرف مين هي بلده وعلم بلده وعنده الشعور بالانتماء. مين المجموعات اللي قررت تشوه الكلام وخلت المسألة تاخدنا لهذا الحجم من الثرثرة؟ هو حضرتك يا أستاذ أماني في جماعات ضغط اجتماعي طبعا بوضوح جدا وبدون مداراة، هذه الجماعات مستفيدة من الوضع القائم الآن وغير مستفيدة من الوضع القادم، لأن هم الآن عندهم سناتر، الآن عندهم مدارس وبيديروا مؤسسات تعليمية في منظمات أو في مؤسسات تشريعية في مصر، في داخل المؤسسة التشريعية في مصر أصحاب مدارس خاصة وأصحاب مؤسسات خاصة، لابد أن يقفوا ضد الوزير، لابد أن يوجهوا الوزير إلى أن هو يبقى على يفشل ويبقى على ما هو عليه. مين قال إن 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 مجلس الوزراء عندما يوافق على هذا المشروع وإن اليونسكو ما توافق عليه واليونيسيف توافق عليه والعلماء ومفكرين مصريين عالميين قاموا بيه لمدة أكثر من 12 شهر، مين قال إن ما عندهمش رؤية واقعية لتطبيق هذا النظام؟ مين قال إن النظام ده هيفشل؟ هو بص يا أستاذ أماني أنا هقول لك عبارة واحدة زي ما قالها الدكتور طارق شوقي، ان التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون. بالظبط التعليم ليس برنامج ما يطلبه المستمعون، بمعنى ان في التعليم ده علم وليه قوانينه وليه اصوله وليه فلسفته وليه قواعده. مش ممكن انا اتكلم في الطب وانا ما بفهمش في الطب، اما اكون طبيب اتكلم ليه في التعليم؟ انا مالي ومال التعليم؟ المفروض ان كلنا نساند هذا المشروع. طيب انا بشكر صناعة انسان مصري جديد لمجتمع جديد. بشكر حضرتك يا دكتور، يعني الحقيقه الموضوع فعلا بيستحق اخراج، ربما كان لازم من اللحظه الاولى نشتغل عليه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور حسن شحاته أستاذ المناهج في جامعة عين شمس. خلوني قبل ما أختم بس أقول لكم في مقال مهم جدا في المصري اليوم، المقال ده للدكتور حسام بدراوي، وطبعا الرجل يعني متخصص في الأمور التعليم، ويعني أنا بس هقول لكم جزء صغير منه. بيقول إن في 2014 بتكليف من الحكومة طلب مني وزير التخطيط قيادة مجموعة من أكثر من 50 خبير لوضع رؤية مصر 2030 في التعليم، وخلال 18 شهر من العمل الجاد والمراجعة وإشراك 500 ألف مواطن على صفحة مخصصة تم وضع رؤية تعبر كل كلمة فيها عن معاني وأهداف. تمام؟ ده بس عشان الناس اللي متخيلة ان مين اللي عمل الموضوع. الدكتور حسام بدراوي بيقول لذلك ما تقوم به الحكومة الآن هو محاولة شجاعة، علينا أن نساندها وأن نصحح أي أخطاء تظهر لنا من خلال التنفيذ بالرأي الجد المدروس وبشكل إيجابي يبني ولا يهدم. وبيقول إن في التجارب السابقة اللي حاولت فيها الدولة المصرية في مراحل سابقة إن هي تشتغل على يعني أجزاء من اللي جت في هذا التطوير، اتكلم على تجربة دكتور حسين كامل بهاء الدين في 2003 وازاي أفشلوها لأنه كان في محاولة لإخراج العنصر البشري، يعني ما يبقاش عندنا الكنترولات والناس اللي احنا بقينا نعرفها. لازم نبقى واخدين بالنا إن في كل التجارب المصرية السابقة كان في محاولات للترقي برياض الأطفال
ويعني كان مطلوب من كل اللي بيبصوا على محاولة تطوير المجتمع المصري برضو من 2003 وقت الدكتور حسين كامل بهاء الدين، كانوا عايزين يتم يعني الإتاحة للأطفال ل60% يدخلوا رياض الأطفال، ولم تنجح الدولة المصرية في السابق نتيجة أنها باعت ودانها لكل عناصر الضغط اللي شغالة إلا بنسبة 18%. علشان كده اللي دولتكم بتعمله اسمعوه، بس اسمعوه بودن إيجابية، اسمعوه وانتوا عارفين أنه مفيش مصلحة، احنا بنقف وش مشروع عايز يهدنا، واللي يخلينا أقوياء هو المواطن المصري لأن هو أول أدوات القوة. وعلشان كده لما بحيي حضراتكم دايما وبقول الثقة فيكم، ببقى متأكدة إن إحنا ظهر الدولة، المواطن المصري إحنا اللي هنعدي بيها، اللي هنقف وش رأسمالية غير وطنية جزء منها، اللي هنقف وش جماعات المصالح وجماعات الضغط، اللي هنقف وش كل واحد بيحاول يهد الدولة المصرية. إلى اللقاء.